النشرة السادسة من نيو تي في، نبدأها بالعناوين. صناع العراق يحيون عيد العمال بمطالب جوهرية، مسيرات تنادي بسلم للرواتب وضمان، ووزارات تضرب القانون بصرف معاشات أقل من الحد الأدنى. بيع البنزين الغالي يدخل حيز التنفيذ، امتعاض شعبي ودعوات إلى إعادة النظر في القرار، وتوزيع المنتجات النفطية تعزوه إلى تقليل خسائر الدولة بفارق الاستيراد. أهلا بكم إلى التفاصيل. احتفت بغداد بعيد العمال عبر مسيرة حاشدة نظمها ناشطون، وطالبت بتعديل سلم الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحقيق العدالة في المعاشات، فضلا عن تفعيل الدور النقابي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. في الأول من آيار يضبط العالم توقيته للاحتفال بعيد العمال العالمي، وفي بغداد مسيرة حاشدة لفت شوارع العاصمة احتفاء بالطبقة الكادحة وتذكيرا للجهات المسؤولة بحقوقهم. عشرات الناشطين تجمعوا في ساحة الفردوس وصولا إلى التحرير، رافعين لافتات تطالب بتحسين الظروف المعيشية للعمال وتفعيل قانون العمل والضمان الاجتماعي عبر متابعة فرق التفتيش من أجل تطبيقه بشكل صحيح وإزالة الضبابية عن بعض فقراته. للحقيقة لا يزال قانون العمل إلى الآن يحبو بقضية تنفيذه، على اعتبار الكثير من العاملين اليوم في شركات القطاع الخاص، شركات الكبيرة النفطية وغيرها وغيرها، غير مضمونين وغير مسجلين، حتى إذا مسجلين فهو أقل من الحد الأدنى للرواتب والأجور والحقوق. يعني اليوم عيد العمال، تخيل العمال بالشغل، اللي قدر يطلب إجازة زمنية قدر، واللي ما قدر يتحاسب أو يتعاقب أو ينتقص من راتبه الساعات اللي يأخذها زمنية. تعديل سلم الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور وتحقيق العدالة بين الوزارات بما يضمن الحياة الكريمة لملايين الموظفين في العراق، مطالب أخرى رفعها المتظاهرون نتيجة التباين بين الوزارات، فيما يرى أعضاء في مجلس النواب ضرورة في إعادة النظر بالتشريعات الوظيفية بغض النظر عن التخصيصات مع احتساب الفروق والعلاوة الخاصة بالموظفين. موضوع سلم الرواتب لابد أن تسرع الحكومة في إنجازه، لأن هذا إحدى ضرورات العيش الكريم، وبالتالي مسؤولية الحكومة أن تسرع في هذا الأمر دون لف ولا دوران، لأن تدني الأجور أصبح يعني موجع بالنسبة لحياة العمال والموظفين والأجراء ولكل العوائل التي ينتسب إليها هؤلاء. تفعيل الدور النقابي المتابع لحقوق العمال ودعم القطاع الصناعي والشراكة بين القطاع العام والخاص بما يوفر فرص عمل جديدة، ودعم المشاريع الصغيرة وإيقاف التسريح القسري للموظفين والعمال مطالب أخرى ترفع احتفاء بعيد ثروة البلدان الأيدي العاملة. إنصاف العمال ومنحهم الحقوق الكافية مطلب يتجدد كل عام في الأول من آيار، حيث يحتفل العالم إلا العامل بعيد العمال العالمي. من بغداد، علي أسد، يو تي في. إلى ذلك، شدد عضو لجنة العمل النيابية أمير المعموري على ضرورة أن يكون هناك دور رقابي على من يخرق قانون العمل والضمان الاجتماعي، موضحا أن هناك مساعا لتعديل القانون وتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل. داعين كذلك إلى تعديل قانون 37 سنة 2015 الذي نظم العلاقة ما بين العامل ورب العمل، وهذا جدا مهم. اليوم لدينا تشريع قراءة أولى لقانون التنظيم النقابي للعمال والشريحة التي النقابات التي تمثلهم. هناك دعم مستمر للعمال في هذا الموضوع، لكن رغم ذلك يجب أن يكون هناك دور رقابي حقيقي من قبل المجلس النواب العراقي وكذلك الوزارة والجهات التنفيذية لمن يخرق هذا القانون وعدم تطبيقه، كما هو الحال في الشركات الأجنبية وغيرهم. العمالة لم تكن بالمستوى المطلوب، عمالة الأجانب أكثر من العراقيين، وهذا مخالف كذلك رفع الحد الأدنى إلى العامل للراتب العمال، بدل أن يكون 350 يكون 450، وهذا شيء يجب أن يعمل به، ولدينا مقترحات بهذا الموضوع. وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي توجه نحو زيادة رواتب العمل للعمال المتقاعدين 100,000 دينار بمناسبة عيدهم العالمي. وأقل الأسدي في بيان أنه سيتم التصويت على قرار زيادة الرواتب في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل،
وكانت وزارة العمل أعلنت في بيان سابق صرف رواتب العمال المتقاعدين لشهر آيار مع المكافأة الخاصة بعيد الفطر وقدرها 100,000 دينار، فيما أشارت إلى الاستمرار بمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلم المقدمة من المتقاعدين. أكثر من 15% من عمال بابل يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور المقر بقانون العمل، غبن يزداد جورا إذا ما عرفنا أن غالبية هؤلاء العمال يعملون في دوائر حكومية من المفترض أن لا تخالف القانون. 350,000 دينار هو الحد الأدنى من الأجور التي يتقاضاها العامل بحسب ما يحدده قانون العمل، لكن أكثر من 15% من العمال في بابل يتقاضون دون هذا الحد، فبعضهم يتقاضى 180,000 دينار فقط. غالبيتهم يعملون في دوائر حكومية من المفترض أن لا تخالف القانون. من المفارقات أنه تجد أن وزارات الدولة هي أول من يخفق بتطبيق هذا القانون، تجد أنه بعض العمال اليوم وصل للحد الأدنى الأعلى للراتب إليه هو 180,000 دينار إلى 200,000 دينار. مثل أضرب لك مثل عمال البلدية، عمال الخدمات اللي موجودين بالمستشفيات، عمال اللي يشتغلون بشركات التنظيف والخدمية اللي موجودة ببعض الوزارات، أكثر من 10-15% من عمال بابل وخصوصا عمال الخدمات. هذه المخالفة تحرم العامل من التسجيل في الضمان الاجتماعي بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، إذ بينت أن هنالك فرقا تراقب الجهات المخالفة، فضلا عن كسب العديد من الدعاوى التي أقيمت من العمال واسترداد أموالهم بأثر رجعي. الحد الأدنى 350، ما ممكن ضمان العامل بأقل من هذا المبلغ. هناك فرق تفتيشية وكذلك فرق محاسبة لهذا الشيء. لدينا فكرة ورفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء، رفع مستوى العامل أن يكون الحد الأدنى ما بين 400 إلى 450، ليست 350. لدينا هناك دعاوى كسبت لكثير من العمال وتم استرداد أموالهم ودفع التوقيف التقاعدية لهم وبأثر رجعي، بشرط إن هو يأتي بما يثبت إن هو فعلا كان يعمل في هذا المكان. وبحسب لجنة العمل فإن العاملين في مشاريع فردية سيدخلون ضمن قانون الضمان بدءا من آيار الحالي بتوقيفات تقاعدية تتحمل الحكومة 15% منها و5% يتحملها العامل. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، UTV. نفت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاي الأنباء المتداولة بشأن تعليق الأعمال الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان، وقالت الغلاي إن المفوضية ماضية في عملها لإجراء الانتخابات وفق المعايير الدولية، فيما أشارت إلى أن مكاتب المحافظات وخاصة إقليم كردستان مستمرة في عملها لتوزيع البطاقات البيومترية في مراكز التسجيل التابعة للمفوضية، والبالغ عددها 173 مركزاً. دخل قرار رفع تسعيرة البنزين المحسن والسوبر حيز التنفيذ منذ اليوم، وفيما واجه القرار استياء شعبيا أوضحت وزارة النفط أن الغاية من القرار هي تقليل الخسائر وليس تعظيم الموارد. قرار اعتماد التسعيرة الجديدة للبنزين المحسن والسوبر دخل حيز التنفيذ وسط شكوى السائقين التي قوبلت بمبررات حكومية تؤكد أن القرار جاء لتقليل خسائر دعم المنتجات النفطية المستوردة. 850 دينارا للتر البنزين المحسن و 1250 دينارا للتر البنزين السوبر هي الأسعار الجديدة التي بدأ اعتمادها منذ اليوم. الزيادة كبيرة على المواطنين كما يرى الشارع، في وقت توضح فيه وزارة النفط أنها عادت للأسعار القديمة قبل 6 سنوات حين شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضا، مدافعة عن قرارها باعتبار أن الفئة المستهدفة لا تتجاوز 18% من مستهلكي البنزين يوميا، وأن الهدف الرئيسي هو تقليل خسائر الدولة جراء دعمها لمادة البنزين المستوردة إذ تكلف ملايين الدولارات سنوياً.
هو بالحقيقة هو يعني الموضوع ليس تعظيم موارد وإنما تقليل فارق الخسارة المترتبة بذمة يعني للخزينة العامة. أساسا هو هذا المنتج البنزين المحسن أو السوبر هو بنزين معظم مستورد يكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة وفق هذه الأسعار الجديدة، ولا يزال هناك دعم لهذا المنتج. الكمية المستهدفة أساسا هي 18% من كل إجمالي الاستهلاك اليومي من منتوج البنزين. القرار ستتم مراجعته كل 3 أشهر بحسب وزارة النفط، وموضوع الأسعار قد يعاد النظر فيه كليا مع إمكانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من البنزين المصفى محليا بنهاية العام الجاري. فهل ينتظر المواطن ذلك في بغداد والمحافظات؟ زخم كبير شهدته محطات تعبئة الوقود في الموصل عشية تطبيق قرار رفع سعر البنزين السوبر والمحسن، فيما انخفض الإقبال مع أول أيام تطبيقه، ما يؤكد استياء المواطنين من هذا القرار. تكلفة إضافية، يرى سائق المركبات أن عوائلهم أولى بها من أن تدفع زيادة على سعر البنزين، خاصة من أصحاب الدخل المحدود ومن تعد سياراتهم باب رزقهم. البنزين اليوم بس 850 غالي، نحن كنا نفول ب 650، زاد 200 دينار، هذا راح يأثر علينا. هسه أنا رد أفول راح يفرق بيدي 8000 دينار أكل بيها لو أنطي للبنزين. وتزداد المخاوف من صدور قرار جديد يقضي بزيادة في سعر البنزين المنخفض الأوكتان الذي أصبح الإقبال عليه أكثر من ذي قبل بعد التسعيرة الجديدة. إذي قار تزداد مخاوف الشارع من انعكاسات القرار على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بعد أن دخلت التسعيرة الجديدة للبنزين المحسن حيز التطبيق. فأسعار الوقود ضمن سلسلة اقتصادية تؤثر ارتداداتها على أسعار أبسط الخدمات التي تقدمها مهن مختلفة لها علاقة بحياة المواطن، ما يثير خشية الشارع من طفرات غير مسبوقة في أسعار البضائع والأجور المختلفة. نتمنى إعادة النظر بالقرار، وأحب أقول شغلة أنه الحري بالمسؤولين كان أنه النظر بموضوع سلم الرواتب، النظر بموضوع رفع مدخولات المواطن، مو زيادة الثقل على كاهلة، لأن الدول اللي تشهد ارتفاع بأسعار البنزين أكثر من العراق نفس الوقت هي مدخولات موظفها أعلى من مدخولات موظف العراقي. وفي ظل تفشي الفساد وتصدر العراق مراتب متقدمة في تصنيفاته، لا يبني المواطنون هنا كثيرا من الآمال عن انعكاس ارتفاع أسعار البنزين كمدخولات مهمة لموازنة البلد في تحسين واقع الخدمات العامة كبناء الطرق والجسور والمستشفيات أو حتى محطات بيع الوقود المتهالكة. تحدث خبراء في الاقتصاد عن إيجابيات وسلبيات رفع سعر البنزين المحسن والممتاز، مبينين أن أسعار السلع لن تتغير بهذه الزيادة. الإيجابيات هذا القرار أنه راح يضيف للموازنة العامة شهريا بحدود التريليون مليارين ونصف تقريبا دينار عراقي، يعني بحدود يصير حوالي 24 مليار دينار عراقي سنويا. طبعا هذا راح يؤول إيراد للموازنة العامة. الآثار السلبية أنه المواطنين راح ترتفع تكاليف الوقود عليهم من يستخدمون الفئات الحديثة من السيارة. البنزين العادي والغاز لا يزال بمعدلات الاعتيادية، بمعنى أن أسعار السلع يفترض أن لا ترتفع نتيجة هذا التغير. نأمل أن حكومة السوداني تقوم بمجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية لكي تكون هناك سياسة لتوجيه الدعم باتجاه الإنتاج وليس باتجاه الاستهلاك. من المؤكد الطبقات المتوسطة ودون المتوسطة ستعزف عن استخدام البنزين المحسن والممتاز بسبب ارتفاع سعره، سيكون بذلك العملية محصورة ما بين السيارات الحكومية الفارهة بالإضافة إلى ذوي الدخل المرتفع. وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.